السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره بنتي؟ لاباس الحمد لله. على سلامتك بنتي. بارك الله فيك. الله يسلمك. انا هي السيده اللي كنت كنتصل معك من بنقرير ودابا تحولت لمدينه القنيطره. ايوا الحمد لله. ربي يخليك. عندي شي حليوات حبيبه. ايه واخا. عندي واحد غريبه بعدا هي الاولى. فيها 6 البيضات. ايه. وجوج كيسان ديال السكر. وجوج كيسان ديال الزيت. وكاس ديال السميدة رقيقة. وربعة ديال اللوز خضر مطحون بودر. ايه. ونص كيلو ديال الكوك. وجوج خمارات. ايه. هادو غادي نخلطوهم كاملين في شي بانيو. وكنخليوهم يرتاحوا. ايه. شرب. ثم من ديك الساعة كنزيدو واحد الكاس ديال فيغميسيل. وكنبقاو نخلطو غير بالاصابع ديالنا. كاس ديال شعريه الشوكولاته. اييه فيغميسيل. اييه حبيبه. ثم كنكوروها. اييه. كنكوروها كنديرو يدينا في المزهر وكنكوروها وكنوضعوها في سكر كلاصي سبيسيال. اييه كتفند في سكر كلاصي. اييه وغير كتكور ما يبزطوها ما والو. صافي وكيكون الفران ديجا سخون مزيان. ومنين كندخلوها كنقصوا الفران بزاف ونطلعوها الفوق. هي كطيب الفوق. ايه. وما يحلوش عليها الفران حتى كيبان لهم تشققات. صافي تشققات وتشد راسها كيخرجوها ما يهبطوها لا لتحت لا والو. يعني كطيب الفوق ملي كتشقق. اييه صافي ما نحلوش عليها الفران كيف قلتي لنا. لا خليها تشقق وتطيب مزيان وتشد راسها وكيخرجوها. لان كل شيء طيب فيها. ايه فعلا. ايه البيض صافي. واخا كتجيني بصراحه من مره بيني بداك النقيطات هكا ديال فيغميسيل. واعره يا بنتي يا سناء ما نعاودش. فعلا تبارك الله. والله الا حبيبه. عندي واحد الحليوه عاوتاني كتجي طبقات. ايه. زويونه حتى هي. العجينه لالا كنديروا ليها 100 غرام الزبده العاديه. وصفر بيضه. و50 غرام ديال السكر كلاصي. و200 غرام ديال الفور. وربع خماره وربع معلقه ومعلقه كبيره ديال الماء بارد. كنعجنوا العجينه وكنخليوها ترتاح شويه في الثلاجه. كنمشيو نوجدوا الطبقه الثانيه اللي غادي كنطربوا بيض البيض. جوج ديال بيض البيض كنطربوهم على المليحه بحال الثلج. كنزيدوا عليهم 125 ديال السكر كلاصي شويه بشويه حتى كيطلع هذا البيض البيض. وكنزيدو 200 غرام ديال الكوك ونص معلقه صغيره ديال الروح د الحامض. هذا الروح د الحامض كيعطيها واحد لوغو مخير. كنمشيو للعجينه لالا كنطلقوا العجينه كنثقبوها وندخلوها للفران. طيب شي عيشي شويه غير تصهد شويه كتخرج. كنخويو عليها قريعه ديال الكونفيتير قرعه. كونفيتير ملي كنخويو على ديك القرعه ديال الكونفيتير كنزيدو عليها 100 غرام ديال الفروي كنرشوه فوق منها ياك. ايه. وفي نفس الوقت كنوضعوا داك الخليط الاول ديال بيض البيض والكوكو اللي درنا. ايه مفهوم ياك لالا. وكان نرشو عليها من الفوق اللوز ايفيلي من الفوق كاع. وكندخلوها للفران. كندخلوها للفران ملي كطيب كتخرج كتخرج تبرد شويه باش ما يذوبش لينا ديك السكر كلاصي. ثم كنرشو عليها سكر كلاصي من الفوق. وكنقطعوها معينات ونديروها في كويقطات. واخا هادشي اللي كاين. يعطيك الصحة كل خير تبارك الله عليك. مشكور على هاد الاقتراحات حبيبة. وبغيت نطلبك واحد الطليبة. بغيت نبارك غير لولدي يوسف. ايه كل فرح ليا في الامتحان اليوم في هذا ونجح ليا. وبغيت الحمد لله. قال يا ماما قولي هل خالتي سناء. ايه هنيئا ليوسف. مبروك عليك النجاح. مبروك عليك النجاح ان شاء الله والمزيد من النجاح ان شاء الله. جميع الوليدات كاملين. ايه تحياتنا لك. شكرا لك بزاف ام امين ويوسف. شكرا لك بزاف على تواصلك وعلى هذه الاقتراحات. ومبروك لولدك يوسف على النجاح ديالو ان شاء الله.